السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم العلوم للصف الثالث الابتدائي. المحاضرة الأولى أخذت الفصل الأول، واليوم إن شاء الله حناخذ الفصل الثاني، التغذية عند الحيوانات، صفحة 45، التغذية عند الحيوانات. نجي على صفحة 48. من أين نقل أول مرة نقرأ الفكرة الرئيسية؟ تصنف الحيوانات وفقا لنوع غذائها إلى آكلة النباتات وآكلة الحيوانات ومختلطة التغذية، ويساعدها على ذلك أجزاء في جسمها كالأنياب والمخالب والمناقير. نقول الحيوانات تصنف إلى ثلاث أقسام: آكلة النبات وآكلة الحيوان، آكلة النباتات وآكلة الحيوانات ومختلطة التغذية. زين، من أين تحصل الحيوانات على غذائها؟ تحتاج الحيوانات الحية إلى الطاقة التي تحصل عليها من الغذاء حتى تعيش وتنمو. الكائنات الحية تحصل على الغذاء حتى تعيش وتنمو، وتختلف طريقة الحصول على الغذاء من كائن حي إلى آخر. فالإنسان مثلا يحصل إلى طاقة يأكل النبات والحيوان، أما الحيوان فتحصل على الغذاء يأكل النباتات وبيأكل وتأكل الحيوانات أخرى أو الاثنين معا، يعني قسم من الحيوانات يأكلون النباتات وقسم يأكلون حيوانات وقسم تأكل نباتات وقسم تأكل نباتات وحيوانات. زين، كيف تصنف الحيوانات وفقا لنوع غذائها؟ أدي هنا أكلة الحيوانات أكلة النباتات اللي يقصد بها أعشاب، والحيوانات أكلة اللحوم. نقول الحيوانات الأكلة النباتات اللي هي يقصد بها الأعشاب هي الحيوانات التي تعتمد عليًا على النباتات في تغذيتها، يعني فقط تعتمد على النباتات في تغذيتها. تتغذى على أجزاء مختلفة من النباتات، فبعضها يتغذى على أوراق النباتات وبعضها على الأزهار والثمار والبذور، وبعضها الآخر يتغذى على سيقان النباتات وأغصانها. هذه آكلة النباتات. أما الحيوانات آكلة النباتات كالأغنام والخيول والأرانب والغزلان، شنو الحيوانات الذي تأكل نباتات؟ الأغنام والخيول والأرانب والغزلان. للحيوانات آكلة النباتات أجزاء في أجسامها تساعدها على تغذية النباتات، فلدى يعني الأرنب عنده أسنان قوية تساعدها على تناول الجزر وغيرها من النباتات. الحمامة عندها منقار يساعدها على التقاط الحبوب والبذور. الأبقار لها أسنان، يعني أسنان في مقدمة فمها تستخدمها في تقطيع أجزاء النباتات. هاي الحيوانات آكلة النباتات. يسأل المعلم الطالب، يقول له مثل ايش اللي تاكل نباتات؟ يقول له الأغنام والخيول والأرانب والغزلان، فيعطي أمثلة عليها مثل الأرنب والحمامة والأبقار. أما الحيوانات آكلة اللحوم، بعض الحيوانات تتغذى على حيوانات أخرى تسمى آكلة اللحوم، مثل ايش عند الأسود والنمور وأسماك القرش. الأسود والنمور وأسماك القرش، لأن ثلاثة يحفظهن. تمتلك الحيوانات آكلة اللحوم أجزاء في جسمها تساعدها في تغذيتها مثل الأسنان الحادة والمخالب القوية والمناقير المدببة. أكو حيوانات عندها أسنان حادة، عندها مخالب قوية، وعندها مناقير مدببة. زين، ناخذ الحيوانات اللي مختلطة التغذية. تتغذى بعض الحيوانات على النباتات وعلى حيوانات أخرى تسمى بالحيوانات مختلطة التغذية، مثل يشعد الدب، حيوان مختلط التغذية، يعني الدب يأكل حيوانات ويأكل نباتات، وأيضا الدجاجة مختلطة التغذية. فيقولها يسأل المعلم، يقولها شنو الحيوانات التي مختلطة التغذية؟ يقول له الدب والدجاجة. فتأكل الحبوب، وهي الدجاجة أجزاء من النباتات، وتأكل الديدان، يعني الدجاجة تأكل الحبوب وتأكل الديدان. للحيوانات مختلطة التغذية أجزاء في جسمها تميزها من الحيوانات آكلة النباتات والحيوانات آكلة اللحوم. فالدجاجة تستخدم منقارها لالتقاط غذائها من الحبوب والديدان. زين، هذا الدرس الأول. ناخذ الدرس الثاني خاطر نخلص من الفصل الثاني كله. الدرس الثاني علاقات التغذية عند الحيوانات. ناخذ كيف تحصل الكائنات الحية على غذائها. الفكرة الرئيسية، يتنوع غذاء الحيوانات وتنوع طرائق الحصول عليه
وتنشأ بين الحيوانات علاقات تغذية متنوعة، ويكون هذا التنوع دور مهم في توازن النظام البيئي. عندي منتجات ومستهلكات وسلسلة غذائية والمفترس والفريسة، هسه نتناول ذن المفردات. كيف تحصل الكائنات الحية على غذائها؟ شلون تحصل؟ نقول النبات هي الكائن الحي الوحيد الذي تصنع غذائها بنفسه. شنو هي اللي يصنع غذائها بنفسه؟ النبات. تسمى النباتات بالمنتجات، يعني نقول عرف المنتجات. هي كائنات حية تصنع غذائها بنفسها مستخدمة طاقة الشمس كالنباتات على اليابسة والطحالب في البحار. هاي تعريف المنتجات. تعريف المنتجات يحفظها الطالب. هي كائنات حية تصنع غذائها بنفسها مستخدمة طاقة الشمس كالنباتات على اليابسة والطحالب في البحار. هاي المنتجات المستهلكات. أيضا تعريفها، هي الكائنات الحية التي لا يمكنها صنع غذائها. احنا المنتجات يمكن تصنع غذائها بنفسها، لكن المستهلكات ما تصنع غذائها بنفسها مثل الحيوانات. يعني الحيوانات هي اللي يعني تدور على غذائها، هي التي تحصل على غذائها. فهناك الحيوانات آكلة النباتات تأكل المنتجات النباتات فقط، وهناك حيوانات آكلة اللحوم تأكل بس الحيوانات، وهناك آكلة النباتات وآكلة اللحوم، يعني تسميها مختلطة النباتات، تأكل اللي تأكل المنتجات والمستهلكات، يعني النباتات والحيوانات. هنا عيني كيف تعتمد الكائنات الحية بعضها على بعض في غذائها. عندي مثلا اكو قصص يقول يعني باسم الذئب بالحمل او اسم القطب الفار، فكل كائن حي يرتبط بكائن حي اخر ويحتاج الى طاقة حتى ينمو ويعيش، وتعتمد الكائنات الحية بعضها على بعض على توفير الغذاء، وتتغذى المستهلكات على المنتجات، ويسمى ترتيب بالسلسلة الغذائية. هاي السلسلة الغذائية نقول تبدأ هذه الحيوانات، هاي مال السلسلة الغذائية. شوف هسه هذا الأفعى يأكل، الأفعى تأكل الفأر هذه، والفأر يأكل العشب، وهذا النسر يأكل الأفعى. زين، مساعدة الشمس باع هذا تنتج الغذاء بمساعدة الشمس. تبدأ السلسلة الغذائية كلها بكائنات منتجة النباتات. كائنات المستهلكة تعتمد عليها من على المنتجات، فبعض الحيوانات كالفأر يأكل نبات، وبعض الآخر كالأفعى والصقر يأكل اللحوم. وتحتوي البيئة المائية على سلاسل غذائية، تتغذى الأسماك الصغيرة على اليمن على الطحالب، وتتغذى الأسماك الكبيرة على الأسماك الصغيرة، ويقوي الإنسان بالتغذية على الأسماك الكبيرة. يعني عندنا أسماك كبيرة تأكل أسماك صغيرة، هو يقوي الإنسان بالتغذية على الأسماك الكبيرة. زين، نشوف هذه. تقوم بعض الحيوانات بالحصول على غذائها من افتراس حيوانات أخرى واصطيادها. الحيوان الذي يصطاد الحصول على غذاء هو المفترس. يعني الحيوان الذي يحصل على غذاء يسموه مفترس، أما الحيوان الذي تم اصطياده فهو فريسة. يعني المفترس هو الذي يعني يصطاد حتى يحصل على غذائه، ويحصل منين؟ من الفريسة، يصطاد الفريسة. مثل ايش؟ عندي الأسد والنمر والصقر والفهد والفهد والضبع. هاي عيني خلنا أقرأ هاي القراءة العلمية ونختمها. يقول كنت أتصور أن الحيوانات آكلة الأعشاب مفيدة للإنسان على عكس الحيوانات آكلة اللحوم، فالحيوانات آكلة الأعشاب يستفاد منها الإنسان في غذائه وتأمين مواد أساسية يحتاج إليها في حياته اليومية، بينما الحيوانات آكلة اللحوم أغلبها مفترسة وليست ذات فائدة للإنسان. مثل عند الفئران، حيوانات آكلة النباتات تسبب للإنسان خسارة في المزرعات. يعني صحيح الفئران حيوانات تأكل النباتات تسبب خسارة بالمزروعات، والطيور الجارحة كالصقور والحيوانات آكلة اللحوم تتغذى عليمن على الفئران، مما جعل الإنسان يربي أنواع الحيوانات آكلة اللحوم في المزارع والحقول حتى تكون يعني تقوم بالقضاء على آفة الفئران. يعني ربى الإنسان بالمزارع يعني والحقول حيوانات حتى تقوم القضاء على آفة الفئران، ومثل هذا العمل يعرف بالمكافحة الحياتية، فيستخدم كائنات حية للقضاء على الآفات التي تكون غالبا كائنات حية ضارة. هاي عيني الفصل الثاني وشرحناه إن شاء الله، وإن شاء الله المحاضرة الأخ ناخذ الفصل الثالث، وبالتوفيق إن شاء الله.